هكون مثلا بي واي اختصار لبايثون، تمام؟ ركز معايا هنا ايه اللي حصل. هنا فوق خد الايقونه بتاعت بايثون، اعمل مثلا اس اتش اللي هي الشيل، اوتوماتيك برضو هياخد الشيل. لو جيت مثلا عملت ايكو بعد كده قلت مثلا اعمل لي مسج معينه اللي هي تكون مثلا في 7 اكس او وات ايفر ايا كان، برضو بيدعم ان هو يكتب بلغه الشيل. لو جيت اكتب دارت هنلاقي خد الفورمات بتاع لغه دارت. حبيت ان انا اشاركه معاكم عشان في ناس كتيره جدا للاسف بتبرمج من على اللابتوب، وفي ناس للاسف ما عندهاش لابتوب او كمبيوتر. معظم الكورسات متوفرة طبعا على اليوتيوب، كلنا عارفين ان هي بتحتاج منك يكون عندك لابتوب او كمبيوتر، فانا حبيت اوضح الموضوع واسهل الموضوع شوية للناس اللي معاها موبايل. السلام عليكم، عاملين ان شاء الله تكونوا كويسين. ناس كتيرة جدا بتدور على اي دي اي او تكست اديتور او مثلا كود اديتور او محرر نصوص برمجية بيساعدك في ان انت تدرس اي لغة برمجة، او مش كل لغات البرمجة لان في لغات بتضاف جديدة الفترة دي. فاكتر لغات البرمجة او اشهر لغات البرمجة لو انا حبيت ادرسها من على الموبايل ادرسها ازاي؟ فالنهارده جايب لك محرر نصوص مش كل الناس تعرفه، موجود مجاني على متجر جوجل، جميل جدا، انا جربته بصراحه حاجه روعه جدا، فحبيت ان انا اشارككم الموضوع ده، تمام؟ طيب البرنامج يا شباب اسمه اي كود، موجود على متجر جوجل تقدر تحمله. ده كده البرنامج، تعال نشوف مع بعض البرنامج. طبعا اي دي اي او بيئه تطوير برمجيه بيساعدك في ان انت تكتب الاكواد البرمجيه بتاعتك او الملفات على الموبايل بتاعك في فايل، فتقدر تعمل منه اكواد برمجيه باكتر من لغه برمجه. هناخد امثله عمليه، هنعمل مثلا نيو فايل، الفورمات بتاعه او الامتداد بتاعه هيكون مثلا بي واي اختصار لبايثون، تمام؟ ركز معايا هنا ايه اللي حصل. هنا فوق خد الايقونه بتاعت بايثون، ممكن هنا اعمل مثلا كود بايثون اكتب مثلا برنت، اوتوماتيك بيبدا ان هو يجيب لي استكمال تلقائي، تمام؟ لو عملت مثلا برنت بعد كده مثلا حطيت الاقواس دي وبدات ان انا اكتب مثلا رساله معينه هنا، فالرساله دي اوتوماتيك هتبدا ان هي تعمل لها برنت وتشتغل معايا على ان هي كود بايثون. اقدر ان انا اعمل ديليت لي، واقدر ان انا اعمل فايل جديد، الفايل ده هيكون مثلا بلغه بي اتش بي على سبيل المثال، بي اتش بي، هبدا ادوس اوكي. لو خدت بالك برده اخد الفورمات بتاع لغه بي اتش بي. لو جيت مثلا خرجت من هنا وبدات ان انا اعمل فايل تاني، وخد بالك كده بايثون وبي اتش بي، جيت اعمل مثلا جي اس اختصار لجافا سكريبت، هبدا ان انا ادوس اوكي، خد الفورمات بتاع جافا سكريبت. اقدر ان انا اعمل برده كود بنفس لغه جافا سكريبت، نفس الكلام برده اقدر اعمله مع لغه مثلا دارت. لو جيت اكتب دارت هنلاقي خد الفورمات بتاع لغه دارت. خلينا نكتب مثلا فويد، هتلاقي هنا جاب لك فويد على طول. بعد كده مين مثلا هتلاقي كل حاجه ظهرت قدام منك. هعمل مثلا فانكشن، هاجي هنا مثلا اعمل الاقواس بتاعت الفانكشن. خد بالك هو طبعا على الموبايل، فبما انك بتكتب اكواد برمجيه على الموبايل فصدقني الموضوع يعني هيبقى لذيذ معاك، خصوصا ان في ناس بتدرسه كده وهو اصلا بيدعم استكمال تلقائي، فالحاجات دي هتساعدك بشكل كبير جدا. لو جيت اعمل مثلا برنت، خد بالك بيكمل الحاجات اوتوماتيك. هبدا ان انا اعمل مثلا برنت، بعد كده احط المسج بتاعتي هنا مثلا، اعمل سيمي كولون، احط مثلا في 7 اكس ايا كان، فهو جميل جدا بصراحه، تمام؟ طيب بغض النظر برضو ان هو بيدعم لغات برمجه تانية، فانا لو جيت مثلا اعمل نيو فايل هخلي الفايل ده الامتداد بتاعه مثلا، عملنا بي اتش بي وعملنا جافا سكريبت وعملنا مثلا بايثون وعملنا، نعمل مثلا اس اتش اللي هي الشيل، اوتوماتيك برضو هياخد الشيل. لو جيت مثلا عملت ايكو بعد كده قلت مثلا اعمل لي مسج معينه اللي هي تكون مثلا في 7 اكس او وات ايفر ايا كان، برضو بيدعم ان هو يكتب بلغه الشيل. لو جيت عملت فايل جديد وقلت مثلا الفايل ده هيكون من نوع مثلا اتش تي ام ال بالشكل ده كده اتش تي ام ال، تمام؟ برضه هيدعم الامتداد بتاع ال HTML. ولو جينا برضه نعمل ملف جديد بامتداد لغه برمجه مختلفه، حتى لو ملف نص وسبته تكست هيشتغل عادي بدون اي مشاكل. باختصار تقدر تكتب فيه باكتر من لغه برمجه، جميل جدا وهيساعدك بشكل كبير لو انت طالب مثلا، او لو انت بتحب تبرمج من الموبايل مثلا، لو بتسافر او بتروح مشاوير وكده شغلك على الموبايل كتير، فانا برشحه لك، تمام؟ طبعا تقدر تكتب باكتر من لغه برمجه، ولو سبته تكست كده هتقدر تكتب برضه ملف نص عادي جدا هنا، وتقدر تطلع الاختصارات دي من هنا بالسهم ده كده، بيدعم اكتر من انواع اختصارات. وفي حاجه جميله جدا اللي هي هيكون عباره عن سيرش، يعني مثلا اقدر استخدم الاختصارات في حاجات معينه. لو انا مثلا عايز اعمل اوبن فايل مثلا هيجيب لي دوس كنترول على حرف الاو، بعد كده ممكن مثلا اعمل اوبن فولدر، هدوس كنترول شيفت بعد كده او، يعني اختصارات لوحه المفاتيح هو جايب لك ان انت ازاي تستخدمها. ده غير ان طبعا البرنامج مجاني بتستخدمه بالمجان بدون اي مقابل، تقدر تدخل على السيتنجز او الاعدادات وتظبط البرنامج زي ما انت عايز، وتشوف اي حاجه انت عايز تعدلها فيه على حسب، يعني مثلا سواء الخط او حجم الخط
الخط او الشاشه فول سكرين او حاجه زي كده، تقدر تغير لون الخط والانواع بتاعت يعني الاديتور بالكامل، تقدر تعدل فيه كانه محرر نصوص برمجيه بيشتغل معاك على اللابتوب. فالبرنامج ده بصراحه حاجه يعني جميله جدا، يعني حبيت ان انا اشاركه معاكم عشان في ناس كتيره جدا للاسف بتبرمج من على اللابتوب، وفي ناس للاسف ما عندهاش لابتوب او كمبيوتر. معظم الكورسات المتوفره طبعا على اليوتيوب كلنا عارفين ان هي بتحتاج منك يكون عندك لابتوب او كمبيوتر، فانا حبيت اوضح الموضوع واسهل الموضوع شويه للناس اللي معاها موبايل. فده باختصار الفيديو، بتمنى اكون استفدت منه. لو عجبك الفيديو اعمل له شير، ما تنساش لينك البرنامج هتلاقيه في الديسكريبشن، وممكن تروح على جوجل ستور او المتجر بتاع جوجل وتكتب اي كود هتلاقي البرنامج موجود، حمله. البرنامج يعني حجمه بسيط، تمام. فده باختصار الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل له شير عشان غيرك يستفيد، ونشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.